أكو بعض الكلام على حضرتك أنه أنت مدعوم من الكربولي. طبعاً تحيات شعراء البصرة، هاي شاعة طلعوا شعراء البصرة هسه شاعة؟ إذا أشاع حتى نطلع منها. لا لا، مو حتى نسولف بالموضوع، أوضح لك. مو أقول خاف إذا أشاع. أنا والشاعر تحياتي إله الكبير جداً النجم أبو الأكبر علي المنصوري، تحياتنا لأبو الأكبر. تفاجئنا احنا، تدري بمجموعتنا صار لنا تقريبا سنة أو أكثر مجموعتنا يوميا بيت أبو الأكبر. تمام. فأكو ناس هم شعراء حسينيين، شاعر حسيني، أنت لازم تتحلى بأخلاق الحسين، مو لولا مو أتهم لناس، الله شاهد لو أشوف هسه تعرض لي صورة الكربولي هنا، ما حسب هسه لو الكربولي وهاي هاي الكبار العظام وحاطة تقول لي شاعر قديم أقول لك تحياتنا له، ما أعرفه الله شاهد، الكربولي ما أشوفه بالشارع ما أعرفه، شلون يدعمني؟ يعني أنا مثلا يزود على وطنيتي، أنا عن شهرين عن أهلي متغرب بربيل من وراء وطنيتي، من وراء دفاع عن الثورة، من وراء وطنيتي وحس الوطني، أرجع واحد يدعمني؟ يعني هذا الكلام زين، خلاص دعمني وطلعت حشيت وساندت الثورة، نقول مثلا أعوذ بالله نقول دعمني. أي. شو اسمه هو دعمني؟ تدري بيته تعرف. صدق تعرفه يا أبو. صار لك ساعة سولف باسمه. كربولي غير الكربولي. خلاص الكربولي دعم غير ساندت الثورة. أنت صير أحسن مني وساند الثورة، الله وكيلك، أدقدق بالبيبان، طلعوا خلينا نسوي لنا بس دقيقة، طلعوا خلينا نسوي لنا بيان حالنا حال الشرائح كلها، طلعت الشيوخ وطلعت المعممين وطلعت وجهاء وطلعت ناس وطلعت فئات مختلفة عمرية بيانات، قلت لهم شعراء باب دقة يا خلينا نطلع لنا بيان ساند الثورة بي. لا بعد هسه هذه إشاعة؟ لا لا أكيد إشاعة، تنفيها أكيد. شنو الكربولة؟ تمام.